على بقايا ركام منزله المدمر في جلولة يقف أبو يونس وهو يجر أنفاس الألم والحسرة. عفنا بيت كامل، رجعنا هاي شوف كوم انقاذ ملابسنا طلعنا، هاي بعد سنين الولد الولد ما نقدر نبنينا مثل هذا البيت. فقد عاد لتوه من رحلة النزوح المريرة مع أكثر من 1200 نازح تضيق بهم السبل بعد الهدم والخراب الذي عم قراهم. وقت داعش وعفنا بيوتنا ورجعنا وراء التحرير وجينا شفناها قاضية تراب، هي ومدارسها وبيوتها وكل ممتلكاتنا حتى مطارات المي مشولات مالات البيارة، وكلهن ما ضال بيها كل شيء منتهي، يعني من تشوفها تقول مباشر طاب هنا. 26 قرية احنا كنا 27 قرية كلها متفلشة نفس الشيء، 27 قرية كلها متفلشة، هاي طب ايش كلها متفلش. فمن دون إجبار تحاول السلطات الأمنية والإدارية تشجيع نازحي جلولاء على العودة بعد فرز المطلوبين منهم قضائيا وتسريع إجراءات دخولهم. سمعنا في بعض الوكالات الأمنية أو قسم من الناس أنه أكو إجبار في عودة الناسين، لا يوجد في محافظة ديالى وضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات ديالى أي إجبار للنازحين في العودة، وإنما حسب رغبتهم. هناك وساطات لحل هذه النزاعات العشائرية، أما البقية الثانية لديهم مؤشرات أمنية ونحن مستعدون للتعاون مع من يقدم اسمه للقوات الأمنية بالتدقيق والمعلومات الكاملة أيضا بإعادتها هذا العودة. فأكثر من 25 قرية بحوض الطبج قد دمرت بناها التحتية بالكامل، يتساءل سكانها الذين عادوا إليها عما ستوفره حكومتهم من ماء وكهرباء وتعويضات مالية سريعة. وصار رزق هو احنا حاجتنا كلها على الكهرباء، عندنا أبار زراعية على الكهرباء، احنا اللي نطلبه أن يوفرون الكهرباء حتى نزرع ونعيش، وكل واحد يقدر يبني له خرابه، يبني له غرفه نقعد بها من على ما نشوف نظره الدوله علينا شلون تكون. وكانها صوره من الفسيفساء قبيحه المنظر، رسمت تفاصيلها يد غادر بدور الجلولائيين، لكنها فشلت بتهديم قيم الاخوه والترابط الاجتماعي للتنوع العرقي والمذهبي لهذه المدينه التي وصفت بالمنكوبه.